مزيد من التفاصيل هتكون معانا دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، علشان نستفسر أكتر عن الفترة القادمة، وهل شهر 8 هيبقى زي شهر 7؟ طبعا بيشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة زي ما العالم كله بيتكلم. ودكتور منار، طبعا في البداية صباح الهنا عليكي، وانا كنت امبارح عماله ببص كده سريعا على برضو موضوع الحراره في العالم كله وارتفاعها، ناس كتيره وصفتها ب يعني ارتفاع درجات حراره للمره الاولى يعني بهذا الشكل التاريخي، سموها كده، قال لك ارتفاع تاريخي في درجات الحراره. فخلينا نعرف مزيد من التفاصيل، وهل في نهايه قريبه ولا مكمله معانا لغايه نهايه الصيف؟ اتفضلي يا دكتور. صباح الفل طبعا على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. بالفعل احنا شهر 7 سجلنا فيه درجات حراره غير مسبوقه لمتوسط درجات الحراره العالميه، ما اتسجلتش قبل كده في السجلات المناخيه من ساعه ما بدانا نسجل درجات الحراره. متوسط درجات الحراره العالميه تجاوزت في بعض الاسابيع في شهر 7 17 درجه و2 من عشره، فدي درجات حراره غير مسبوقه. كان الاسخن على الاطلاق منذ بدايه التسجيلات كان في شهر 7، وممكن يبقى شهر 7 هو الاسخن على الاطلاق. بالفعل الارتفاعات كانت ملحوظه في درجات الحراره، لكن يمكن احنا مع بدايه شهر 8 بدات الموجه تنكسر حدتها بشكل كبير، بدات درجات الحراره تتراجع وتنخفض درجات الحراره انخفاض طفيف، لكن في استمراريه لارتفاع نسب الرطوبه. استمرارية ارتفاع نسب الرطوبة هي اللي خلينا ما فيش فرق كبير، من لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، ويمكن دي أهم كلمة في شهر 8. 8 بيكون ذروة فصل الصيف خاصة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة العالي جدا نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي بيكون معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، فبتتحمل بكمية كبيرة من بخار المية، فبالتالي بتأدي لارتفاع نسب الرطوبة بتتجاوز 90% وال 95% على السواحل الشمالية، تتجاوز ال 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فبنلاقي نسب الرطوبة عالية بشكل كبير، نلاقي إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة أعلى، لأن نسب الرطوبة اللي بتبقى موجودة في الجو بتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بمعدل 3-4 درجات. كمان إحنا المعدلات الشهرية لشهر 8 خلال هذا العام من خلال الدراسات اللي إحنا قمنا بيها، لأن إن معدل درجات الحرارة هيبقى أعلى من يعني اللي احنا معتادين عليه في شهر 8 بحوالي درجه لدرجتين، يعني في درجات الحراره اعلى بحوالي درجه لدرجتين. ده في شهر 8 يا دكتور؟ لا مش فاهمه، يعني بالنسبه لشهر 8 ككل، يعني هيشهد ارتفاع اكثر من 7 بكتير. يعني هو احنا دايما عندنا شهر 7 يبقى درجات الحراره فيه مرتفعه، لكن احنا بنتكلم على شهر 8 بالنسبه لشهر 8 اللي احنا معتادين عليه او بالنسبه للسنوات الماضيه، هنلاقي ارتفاع درجات الحراره في شهر 8 اعلى من المعتاد، اعلى من اللي احنا متعودين عليه بحوالي درجه لدرجتين. وان شاء الله وارد نتخللوا موجات ارتفاع في درجات الحراره، يعني احنا ممكن نشوف موجات شديده الحراره في شهر 8، لكن مش هتكون بنفس الاستمراريه اللي احنا شفناها في 7. في 7 احنا عندنا اسبوعين او اكثر ارتفاع ملحوظ في الحراره. 8 هتبقى فترات قصيره، يعني ممكن تبقى الموجات اللي فيها ارتفاع في درجات الحراره ملحوظ ممكن توصل ل 40، طبعا تفصل تبقى 3-4 ايام تنكسر الموجه دي ويجي موجه ثانيه، مش هتبقى بالاستمراريه العاليه، لان الاستمراريه والمده الطويله هي اللي زودت حساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. ان شاء الله مع نهايه 8 وبدايه شهر 9 تبدا تدريجيا نسب الرطوبه تقل بسبب تراجع منخفض الهند الموسمي، نبدا نحس ان درجات الحراره كمان بدات تنخفض حتى لو انخفاض قليل، لان احنا بنبقى بنقترب فصل الخريف، فصل الخريف دايما معروف ان بيحصل فيه اعتدال في درجات الحراره. على مدار هذا الاسبوع او باقي ايام الاسبوع ان شاء الله متوقع ان يكون متوسط درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى ما بين 35 و36 درجه مئويه في الظل، محسوسه توصل ل 39 درجه مئويه او 38، يعني الاجواء هتظل الاجواء الصيفيه المعتاده اللي هي شديده الحراره في فتره النهار المائله للحراره فترات الليل، لان نسب الرطوبه كمان عاليه فتره الليل. هنخلي بالنا كمان من السبوره المائيه بشكل كبير، لان احنا عندنا نسب رطوبه مرتفعه، فبالتالي ده بيؤدي ل يعني تكون سبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، فلازم ناخد بالنا من السبوره المائيه. وممكن اقول حاجه يا دكتور منار؟ معلش المصطلحات اللي هي الرؤيه الافقيه والحاجات زي كده، يعني ممكن احنا نبقى فاهمينها بس الناس ما تبقاش فاهماها قوي، فانا اتمنى ان يبقى في شرح ابسط شويه، يعني علشان الناس برضو كتير بيعلقوا ان هم ما بيفهموش قوي النشره. يعني اتفضلي. الرؤيه الافقيه هي الرؤيه على الطريق، وانا ماشي في الطريق قدامي بقدر اشوف قد ايه، هي دي الرؤيه الافقيه، لو انا قدامي في الطريق شايف لحد فين، لو في شبوره مائيه بتاثر ان انا ممكن اشوف رؤيه لحد فين، مسافه مثلا كيلو او 2 كيلو قدامي وانا سايق العربيه مثلا.
فدي الرؤيه الافقيه اللي احنا بنتكلم عليها، ان الشبوره المائيه بتؤدي احيانا لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، بتخليني مش شايف كويس على الطريق. فعشان كده احنا بنقول مع الشبوره المائيه يفضل تبقى القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، يعني حتى تتلاشى الشبوره المائيه. لما الشبوره المائيه مع الصباح الشمس تتلاشى بتبدا الرؤيه تتحسن، والجو بيبقى صافي جدا، ما فيش اي حاجه مؤثره على الرؤيه. كمان عندنا فرص الامطار في المناطق الجنوبيه، اقصى جنوب البلاد، حلايب، 30، ابو سمبل، المناطق دي عليها فرص سقوط الامطار نتيجه يعني ارتفاع الحزام المداري اللي بيبقى موجود في السودان. في سحب كمان هتاثر على ارتفاع ايه يا دكتور؟ انا مش سامعه، ارتفاع ايه؟ نتيجه ارتفاع ايه؟ الحزام المداري. الحزام المداري. طب هو ده بقى حد يفهمها؟ انت فاهم يعني ايه؟ خلاص طيب، طبعا سقوط الامطار انا كل مصطلحات لعلمي. لا انا مش فاهمها دي يعني. دي منطقه كده بتبقى موجوده عند خط الاستواء، المنطقه دي بيحصل فيها تقابل للكتل الهوائيه الجافه مع الكتل الهوائيه الرطبه، فبيحصل فيها سحب يعني رعديه وعندها امطار غزيره بشكل كبير. الحزام المداري ده بيبدا يتقدم لشمال السودان ويبدا ياثر على جنوب جمهوريه مصر العربيه بفرص سقوط الامطار. فهو احنا بنلاقي في شهر 8 وشهر 9 كده فرص امطار في المناطق الجنوبيه نتيجه ارتفاع الحزام المداري اللي احنا قلنا عليه، المنطقه تلاقي الكتل دي ترتفع لاعلى شويه فبتبدا تاثر على جنوب البلاد اللي هي يعني المناطق الجنوبيه او المناطق الحدوديه، بتبقى فرص امطار خفيفه ما بتاثرش على اعمال الانشطه اليوميه، امطار خفيفه كده ممكن تكون رعديه احيانا. وبصفه عامه في المناطق الشماليه الاجواء مستقره، فقط ارتفاع نسب الرطوبه هي اللي خلينا نحس ان الجو يعني في ارتفاع في درجات الحراره. بس احنا دايما في فصل الصيف بنقول نعمل احتياطاتنا بشكل كبير، اهم نصيحه ان احنا بنقول نتجنب اشعه الشمس المباشره. فترة الظهيرة من 12 الظهر لحد 4 العصر، الوقت ده اللي بتسجل فيه أعلى درجة حرارة في اليوم كله، شدة الإشعاع الشمس اللي بيوصل الأرض بتبقى عالية، فبقدر الإمكان أتجنب أشعة الشمس في الوقت ده. لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع يبقى لازم يكون معايا أي حاجة تحميني من أشعة الشمس. طيب دكتور منار، خليني لو اكيد طبعا حضرتك مش لو عندك اكيد حضرتك عندك معلومات، لو هنروح شويه لاوروبا، لان برضو كنت انا وكريم بنبص على هذا الملف يعني قبل الهوا، كنا بنقرا حاجات معرفش الكلام ده مظبوط ولا لا، ان اوروبا بتشهد ارتفاع قد يصل ل 49 درجه، هل الكلام ده مظبوط؟ لان هم هناك مش واخدين تماما على الجو ده، احنا مش واخدين على الجو ده اصلا. 49 درجه ده دمار يعني، فهل الكلام ده مظبوط؟ لا، هو الكلام ده فعلا مظبوط. بعض المناطق الموجوده في اوروبا زي ايطاليا، في بعض المناطق سجلت خلال الفتره الماضيه 45 درجه مئويه، اسبانيا بتسجل 49 درجه مئويه، كمان اوروبا بس الولايات المتحده الامريكيه بعض الولايات بتسجل 52 و55 درجه مئويه. فاحنا عندنا معظم الدول الموجوده في نصف الكره الشمالي بتسجل درجات حراره مش متعوده عليها تماما، يعني تسجل درجات حراره احيانا اعلى من جمهوريه مصر العربيه في فصل الصيف. احنا بنسجل عندنا هنا في القاهره الكبرى على سبيل المثال اعلى درجه حراره سجلناها كانت في شهر 7 40 درجه مئويه. طب انا هسال حضرتك سؤال، وده جاي من التصريحات المختلفه اللي كانت لسياده وزيره البيئه، لان هي كانت صرحت والناس فهمت التصريح ده بشكل مختلف. هي كانت بتتكلم عن الارتفاع الملحوظ اللي هو لاول مره تاريخيا اوروبا بتشهده، واللي هو زي ما حضرتك بتاكدي دلوقتي قد يصل ل 49 و45 درجه مئويه. وفكره هناك ان الفكر بتاعهم مش ما عندهمش فكره التكييفات بشكل كبير في البيوت، مش في السنترز، مش في الاوتيلات، مش في الكافيهات وغيره والمولات وكده، لا في البيوت. يعني مش كل البيوت بيكون عندها التكييف المركزي، لا بيبقى عندهم اكتر او بيركزوا اكتر على اللي هي اللي اسمها ايه، الدفايات. فهي دي النقطة، هل الكلام ده يعني ممكن نشرحه بشكل أكثر تفصيلا؟ الناس ما فهمتش التصريح ده الخاص بوزارة البيئة بصراحة، وفي نفس الوقت طب الناس ما عندهاش تكييفات، لو ده الوضع إيه الحل؟ يعني بتشوفي أو لو متابعة الملف ده إزاي الناس عايشة هناك؟ برضو أنا بسأل حضرتك لأن إحنا عندنا كتير مصريين موجودين في الخارج، وكتير ناس بنبقى قاعدين معاهم ولادهم هناك وغيره، فالناس كلها عايزة تطمن برضو. هي الفكره فعلا ان بعض يعني الدول الاوروبيه في السكان نفسها مش متعوده على درجات الحراره العاليه دي. احنا درجات الحراره بتتجاوز المعدل اللي هم معتادين عليه بحوالي 15 درجه، فده ارتفاع كبير. يعني احنا طبيعه الجسم اصلا مش متعوده كده. احنا بنشوف حالات وفيات بشكل كبير في اوروبا بسبب ارتفاع درجات الحراره، لان ارتفاع درجات الحراره لفتره كبيره وانا كمان مش متعود عليه ممكن ياثر على صحه القلب ويسبب حالات وفيات بشكل كبير. عشان كده احنا بنتكلم ان الدول الاوروبيه وحتى كمان المنظمه العالميه للارصاد الجويه بتتكلم ان خلاص نعتاد على موجات ارتفاع في درجات الحراره. طبيعي ان هم هيبقى عندهم ارتفاع في درجات الحراره، يعتادوا على القيم
فنبدا بقى نتكيف مع التغيرات المناخيه، نبدا نغير طريقه المباني، نبدا نغير الطريقه اللي انا بعيش فيها نفسها، لان بقى الاساسي عندهم ارتفاع في درجات الحراره، ارتفاعات غير مسبوقه كمان، اعلى من بعض الدول يعني الموجوده في افريقيا كمان. فلازم التكيف هي الفكره الاساسيه، ان انا احل ده ازاي؟ ان انا ابدا اتكيف، ابدا اعود نفسي وابدا اعود المباني بتاعتي او طريقه المباني، ابدا اشوف طرق ثانيه للمعيشه والتكيف مع ارتفاع درجات الحراره، لان ده هيبقى هي السمه الاساسيه في فصل الصيف في الدول. تمام جدا، طولنا على حضرتك بس أكيد كلها معلومات مهمة. نشكرك جدا جدا دكتور منار غانم على هذه التغطية.